المستوى الثالثة ثانوي الشعبة أدب وفلسفة المادة لغة عربية امتحان المستوى دورة 7 ماي. نعطيكم بطاقة تقنية عندنا مركز الإجراء رقم تاعو 84 أكثر من 75 مؤطر يعني من رئيس المركز والأمانة وكذلك معلمين أشرفوا على هذه العملية وأساتذة في الحراسة بمعنى أن مراكز الامتحان تشرف عليها وزارة التربية وقطاع السجون ممثلا لوزارة العدل نوفر الإمكانيات المادية والبيداغوجية داخل هذه المركز ونوفر كذلك كل الظروف المهيئة من أجل أن نتيح للنزلاء إجراء امتحاناتهم في ظروف أقل ما يقال عنها جيدة.